الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نصيحة اليوم هي حول الاعتماد على النفس. إذا التلميذ اللي ما يعتمدش على نفسه قد ما يجيب الإجابة الصحيحة، إذا ما كانش اعتمد على نفسه هذه الإجابات هذه تروح هباء منثورة. لماذا؟ لأنه هو ما يكونش مقتنع، إما غش على زميله، إما واحد فهمه في السؤال، إما واحد قرأ له السؤال باش الحق لا الإجابة صحيحة. إحنا اليوم النصيحة تاعي أنه ندرب أولادنا في البيت وندرب تلاميذنا في القسم على قراءة التعليمة وتحديد المهمات واسترجاع المعلومات للحل الصحيح، للحل يعني الوصول إلى الحلول الصحيحة أو المناسبة، يعني على حسب قدرة التلميذ. المهم من المحاولة والاعتماد على النفس. احنا كي يكونوا نخدموا عمل جماعي، عمل في الفريق، يعني كاين تشاور، كاين واحد يشاور واحد اخر، واحد يتبادل افكار لذلك، لكن نوصلوا الى عمل نسموه العمل الفردي. في البيت كي يجي راجع، والمقولة المشهورة انه الاولياء يقولوا انه كي راجعت له في البيت جاب التمرين صحيح، وهذا التمرين مماثل للتمرين اللي راه موجود هنا في الكتاب. علاش هنا في القسم داروا خطا؟ نقولوا هل المراجعه هذه كانت فرديه، يعني التمرين هذا كان فردي، عمل فردي؟ كاين بعض الامهات مقلقين، يعني انا واش ننصحكم يا امهات؟ احنا كامل امهات، احنا كامل قرينا اولادنا ورانا نقروا في اولاد الناس واللي هما اولادنا ايضا ونحبوا مصلحتهم. لكن احنا كيفاش نعطيكم تجربه انه انا ما نقراش السؤال، واش راح ندير في هذا التمرين؟ اقرا لي، اقرا قدامي، واش راح ندير؟ ومن بعد واش راح ندير؟ وشنو هل هناك شرط؟ قولي نعم كاين شرط، وشنو هو الشرط؟ عاود اقرا السؤال. لماذا؟ لانه راح يبلور هذاك السؤال، هذيك التعليمه هذيك، راح في نفس الوقت كاين عصف ذهني، كيكون يقرا هو يدير العصف الذهني، كاين تفكير، لكن كي يقرا تقرا له الامهات يقرا ولا الاباء يقرا، هذوك اللي راجعوا الاولياء اللي راجعوا لاولادهم يقراوا لهم التعليمه، ولا الاستاذه ولا الاستاذ في القسم يقرا له التعليمه، واش راح يدير؟ اذا هنا ما عندوش عصف ذهني. التلميذ كل ما يقرا يبدا الذهن تاعو يبدا يتسع، يبدا يمطر، يبدا يعطي لنا المعلومات، يعطيه المعلومات اللي راح تساعده في الحل على حسب قدرات التلميذ. ندرب وندرب 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 حتى نميل القدرات نتاعو. اقرا السؤال هذا، هو كي يعطيني الحل نخليه بمفرده، كي يعطيني الحل علاش درت هكذا؟ ما نقولوش مباشره صحيح او خطا، علاش درت هكذا وعلاش ما درتش هكذا؟ يكون عنده تعليل، لانه على باله واش راه يدير. الا ما على بالوش واش راه يدير، التلميذ مازال راهو يتعلم، عاد عنده قدرات محدوده، هذه القدرات هذه راح نطورها. نقول له علاش ما درتش هكذاك؟ حاول تجاوبني، علم، برهن، انت المعلم تاعي، انت علمني. اذا هنا نبدا ونخلي وليدنا يقوم بواحد التحدي، يتحدى التمرين، يقول له هذا التمرين هذا انا اتحداك، راح نقرا التعليمه وراح نخرج المعلومات، نسترجع المعلومات اللي كانت عندي باش نحل هذا التمرين هذا. اذا هنا اليوم النصيحه تاع اليوم هي الاعتماد على النفس، الاعتماد على النفس. خلوا التلميذ يقرا وحده، خلوا هو يفهم التعليمه، خلوه وحده يسترجع المعلومات، لانه التقلق نتاعنا حنا، التقلق نتاعنا يدمر تفكير الطفل. ايضا رايحين ماش رايحين بالتقلق نتاعنا، راح ما رايحينش نعلموه يعتمد على روحه، وهذا جزء من شخصيته. هنا جزء من شخصيته انه يعتمد على روحه. وكاين بعض التلاميذ وبعض الاطفال يتحدى ويقول لك لا 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 خلينا ندير هذه، خلينا نرفد هذا الكرسي ثقيل عليك، لا خلينا نرفده هو، وحنا نشوفوا رفدك الكرسي وكيتمحن معاه، ومن بعد رايح باش يحطه في مكان ما فقط باش يثبت قدراته قدام الكبار. نفس الشيء بالنسبه للتمارين والدراسه. اذا الدراسه هذه مهمه جدا، موش الدراسه فقط من اجل النقاط، لا موش الدراسه، الدراسه من اجل النقاط. حنا نحوسوا موش غير في الاختبارات ويحفظ ويدير مجهود ومن بعد يروح ينسى، لا نخليوه دائما هو يقرا على طول الحياه، حتى هو برا يلعب او يقرا، حتى كي يلعب الكره
يقول لك انا يا هذاك الشاب زميلي ولا اللي معاه في الفريق راه بعيد عليا. اذا هو راه يفكر واش يفكر باللي لازم القوه اللي يدفع بها الكره اكبر من القوه اللي يدفع بها الكره اذا كان زميله غير قدامه هنايا قريب اليه. كل هذه الامور هذو حنا لازم نلفتوا له الانتباه ليها، لانه الدراسه هذه لازم نسقطوها على الواقع. باش نسقطوها على الواقع لازم نهيئوه من قبل انه يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه، انه لو كان نعلمو هذا السلوك هذا راح يروح يعني ينمي شخصيته، راح يدخل فيه يتعلم سلوكات اخرى مصاحبه ومرتبطه بالاعتماد على النفس. اذا نصيحتي نعاودها فقط، ممكن نخرج شويه عن الموضوع انه متشعب. النصيحه اليوم، النصيحه الاولى هي انه نخلو ولادنا دائما وما نتقلقوش حتى التمرين. اذا هو تقلق يقول لي لا لا انا ما فهمتش وبدا يبكي هكذا، لانه بعض الامهات يجوا عندي يقولوا لي بلي انا عاونته في التمرين، يعني ما تاخذيش بالاعتبار هذا الشيء هذا، لانه بدا يبكي وقلقني وقال لي غدوه استاذه تقولنا ما درتوش الواجب وكذا وكذا. ومن بعد انا راح تعاونته، خليه يتحمل مسؤوليته، خليه يعتمد على روحه. اذا هنا راح يدي جهد من عندنا، راح نبذل جهد كبير لكن في فائده تاعو وفي فائده تاعنا ايضا، لانه من بعد كان راح نتبعو خلاص. انا من بعد نرتاح، نتعب في الاول ما راح نرتاح، وهو رايح من بعد يولي يعتمد على روحه يولي يخدم كل حاجه وحده. اذا ان شاء الله سيداتي سادي وصلت الفكره تاع الاعتماد على النفس. نلقاكم في الحصه القادمه ان شاء الله، دائما في النصائح والارشادات حول تجربتي مع التلاميذ في المدارس وتجربتي ايضا في مع اولادي ايضا. اذا اترككم في رعايه الله وحفظه، ونلقاكم في حصه اخرى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.